فكرة البرنامج كل مرة بنستضيف اتنين كابلز مختلفين وبنسألهم أسئلة مختلفة ونعرف ردهم. الفكرة في الموضوع إن محدش شايف التاني وبينهم فاصل ومش شايفين بعض، ونشوف هيطلعوا متخانقين ولا هيسلموا على بعض. اللعبة الأولى بنسأل نفس السؤال ليهم هما الاتنين وبنشوف إذا كان حصل ولا ما حصلش، وبنقارن إجابتهم ببعض. كل عيد ميلاد ليا كان دايماً بيعمل لي مفاجأة لحد النهاردة. يعني عيد ميلادي 21 مفاجأة قوي، وما كنتش متوقعة أي حاجة، وكل أصحابنا بقى وكل الحاجات وكل الشوكولاتات اللي بحبها في الدنيا. مش كتير بس بتحصل. بيساعدني في تجهيز الأكل عموماً، يعني إحنا حاجة تتقطع حاجات كده. أنا اللي بطبخ أصلاً في البيت. كل يوم بفرح. انت متعرفوش ان انا اللي بطبخ في البيت اصلا. انا كنت بطبخ بس انا يعني ما بحبش، فبدلنا المهامات. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ على فكره حصل، على فكره حصل، خلينا فير. قبل جايدن انا كان اول اسبوعين في الجواز تقريبا، لولاني صحي اصلا. هو اتغير كتير عشاني حقيقي. هو كل واحد فيه عيوب، بس الفكره كلها ان انا قابلك زي ما انت بعيوبك. احنا مقتنعين بالفكره ان ما حدش بيتغير عشان حد، يعني بتغير عشان انا عاوزه اعمل حاجه مختلفه، لكن مش بتغير عشانه وهو بيتغير عشاني. بس احنا يعني فاكرين القديم اكتر من دلوقتي. يعني هو حصل بس مش هدية. يعني اذا ده حصل، استنى بس، ده انا كنت عامله لك جمعيه. اتلخبطتي. ده انا مديك فلوس قد كده. تنكر. زي ما احنا شفنا انه في ناس كتير مش عارفين ايه هي لغات الحب، ولغات الحب ببساطة هي انه الطريقة اللي انا بعبر بيها لشريك حياتي عن حبي ليه بالطريقة اللي هو يفهمها مش اللي انا بعرفها. عشان كده مرات كتير قوي بيبقى في كابلز كل حد فيهم شايف انه عامل احسن حاجة عنده، انا مقطع نفسي عشانها، انا مموتة نفسي عشانه، لكن هو على طول بيشتكي، هي على طول مش راضية. ببساطة لأن كل حد فينا عنده خزان حب محتاج يتملي، وما بيتمليش غير لو كلمتني بلغتي، لو حبيتني بالطريقة اللي أنا بفهمها مش بالطريقة اللي أنت بتفهمها وبتستقبل بيها الحب. من لغات الحب الخمسة الوقت الجيد اللي بيسموه quality time، اللي هو أنه أنا يعني أدي وقتي لشريك حياتي. أنا شخصياً الوقت الجيد ده من أكتر الحاجات اللي بتفرق معايا. لما هادي بيقولي يلا نخرج نتكلم مع بعض أو نتمشى نحكي مع بعض وإيه أخبارك، ويبقى سامعني كده وعايز يشاركني مشاعري وأفكاري وعايز يسمعني بجد. أنا بقى لغة الحب عندي مختلفة شوية عن ميري، بيسموها كلمات التشجيع، الكلام الحلو. كلمات التشجيع كلمات زي بحبك أو بحبك، وحشتيني، كتر خيرك، تسلم إيدك، الكلام اللي بيعبر للآخر عن إنه متقدر وإنه متشاف وإنه محبوب. هو على فكرة لغات الحب دي بتتغير معانا مع السنين، يعني ممكن نبتدي بإنه الهدايا أكتر حاجة بتعرفني إن شريكي بيحبني، لكن بعد شوية ألاقي إنه الوقت الجيد أو أعمال الخدمة أو كلام التشجيع، ومهم إن إحنا كل شوية نراجعهم ونفكر فيهم تاني. تاني واحدة في ترتيب لغات الحب المهمة هي اللمسات أو التلامس الجسدي. في ناس بتستقبل الحب وأنا منهم عن طريق التلامس الجسدي. التلامس ده ممكن يبقى مسكة إيد وإحنا ماشيين مع بعض، حد حاطط إيده على كتف التاني، الأحضان، القبلات، وطبعاً الجنس. دي طريقة بتوصل الحب، ودي ما بيفرقش فيها راجل ولا ست، لكن بيفرق فيها نوع الشخصية. عشان كده مهم أفهم إيه المهم بالنسبة لشريك حياتي وأقدمه له. هي لغات الحب الخمسة واحدة فيهم هي الهدايا، وهي إن أنا أجيب لشريك حياتي حاجة هو بيحبها وأقول له أنا بحبك، وأقول له كل سنة وأنت طيب، وأقول له أنا فارق معايا اللي أنت بتعمله، وأقول له شكراً على كذا، وأقول له أنا أسفة على كذا. فالهدايا هي لغة من اللغات اللي فيها بعبر عن محبتي لشريك حياتي، أياً كانت بقى غالية أو رخيصة أو أياً كان، بس هي لغة من اللغات. في ناس بالنسبة لها دي أعلى حاجة، في ناس بالنسبة لها دي آخر حاجة، في ناس يعني أياً كان كل واحد ترتيبه غير التاني. مهم قوي إن إحنا نقعد مع بعض كل فترة ونتكلم عن لغات الحب. وفي كمان اختبارات ممكن نعملها موجودة على الإنترنت ومتاحة بسهولة قوي، عشان نعرف إيه لغات الحب الخاصة بينا وبشركاء
حياتنا. وكوني عرفت اللغة مش دايما معناه ان انا فهمت اللهجة، بمعنى انه ممكن يبقى لغة الحب بتاع شريك حياتي مثلا الكلمات، وحد تاني لغته الكلمات، لكن في نوعية كلمات معينة تفرق معاه، في هدايا معينة تفرق معاها. عشان كده مهم اتعلم مش بس اللغة لكن اللهجة الخاصة بشريك حياتي. والحب الحقيقي مش اني ادي اللي انا بعرف اديه، لكن ادي اللي قدامي محتاجه. وعشان كده الحب دايما محتاج مجهود.